يا باشا؟ شاي على ميه بيضه وحات ودك ورواق للشيشه. على عيني حاضر. وعندك واحد شاي كشري تمام التمام وصلح مع الشيشه. هو مغاور ما جاش سال عليا هنا؟ مغاور مين؟ ده واحد من بلدنا لو مؤاخذه جايب لي فلوس معاه. لا ما شفتوش. اهو مغاور. اهلا مغاوري. انا حميد الجمل. مش مهم تشرب ايه ولا مؤاخذه؟ ما شاربش. من سوهاج؟ لا من طحنه مديريه سوهاج. وجاي تعمل ايه هنا؟ اشتري بهايم. بيقولوا في وجه بحري البهايم ارخص من عندينا. بقول لك ايه؟ تيجي اوصلك في العربيه بتاعتي. وحياتك انعش. اشكر يا امير. الطرمبيل ده بتاعك؟ هاي اتفضل. تعمل بيه ايه؟ انا اصلي ببيعه عشان اجيب موديل احدث. منين يا ولد العم؟ ده انا يا دوب شايل 2000 جنيه اشتري بيهم عيش ولا فحل جاموس القط بيهم رزقي. ولا يهمك اللي معاك ادفعه. طرمبيل ده سوكا. تعالى بس تعالى. تعمل ايه يا حرام يا ابن الحراميه؟ حرامية؟ يبا يبا فلوسي لفين فلوسي جاملة؟ امسكه كويس يا باشا لغايه ما اجيب البوكس. وتجيب البوكس ليه هنا يا باشا؟ هم يروحوا له. مين على الناس؟ ناس هتبيع. انا اروح الجسم اعمل ايه بيه؟ هو كان يفتح العربيه، هات العربيه وادي الحرامي وانت البوليس. انا اروح الجسم ليه بيه؟ صح يا باشا. الراجل ده ملوش لازمه يتبهدل، اديله فلوس ويمشي. صح صح. فلوسك اهي، خلي بالك منها كويس قوي. ها؟ قفش عليها بايديك واسنانك، فاهم؟ اوعى حد يلهفها منك. ربنا يعلي مراتك. فاهم؟ اوعى ايدك بقى، مين على الاسم؟ خد الواد ده قدامك، يلا. امشي يا راجل معايا. حرام. تعالى يا حرام. على الصاد. دورية تنادي العمليات. دورية 2 تنادي العمليات. حول. على الصاد يا حرامي. تعملوا ايه بس؟ قبضنا على نصاب كبير وطلعنا لمديريه الامن. حول انت، حول ركبه بالشويش. يلا في عرضك يا باشا، في عرضك يا باشا. والله العظيم دي اول مره اعملها، وحياه امي ما عنت اعملها تاني. انت عارف سرقه عربيه في قانون العقوبات الجديد معناها ايه؟ 25 سنه مؤبد. هتفضل شهر مؤبد لغايه ما تموت. انا كنت موظف حكومه محترم، امين مخازن قد الدنيا، والقشه كانت معدن. الشيطان وزني. وايه اللي عمل فيك كده؟ مشيت في سكه الحريم لغايه ما عرفت دلال. نعم يا اخويا، قانون الجنايات يا حبيبي ما فيهوش دلال. المهم يا بيه، مديت ايدي على العهده يوم ورا يوم لغايه ما تقفشت. خدت فيها 3 سنين، واول يوم النهارده هدوق طعم الحريه. يا حلاوه. واهلك عرفوا انك شرفت في السجن؟ اهلي يا بيه، انا ماليش غير امي واختي، ومن حسن الحظ قلت لهم ان انا مسافر الكويت ادور على شغل. اسمع انا، شكلك ما بيكذبش. ابدا والله يا بيه. انا هسيبك المره دي، واحمد ربنا انك وقعت في ايد واحد زيي. ربنا يخليك يا بيه. انا هديك اجره المواصلات بدل ما تسرقها ولا تصاب تحت الكسر رقبتك. انسى. شاكرين يا بيه. ربنا يعلم ربنا. اسعى اسعى. يا خرب بيتك يا حميده، الفلوس حطولي بدل العرض. كانوا كام جنيه؟ اقول لهم ايه عاد؟ اقول لهم ايه في البلد عاد؟ كانوا منك كام؟ اقول اتسلكت اول ما حطيت رجلي في مصر. يا خرب بيتك يا حميده. كانوا منك كام؟ ادي واحد اهو. شكرا يا باشا. تمام. شكرا يا باشا. ان شاء الله. شكرا يا باشا. عدت يا بلدية. العمدة اتعرف عليا واتكتروا عليا وجابوني الاسرة. يا جماعة اوعى تكرفت. اعترفت عليا ان عملت معاك 100 جنيه. انت اعترفت ايه؟ يبقى خرجت كفالة 50 جنيه، ما جاتش معايا ال 10. يا جماعة اتعرفت. فلوسي هاشم سيادة المختار. صلي على النبي. هات عندي يا اخويا. دلوقتي.
خدت السيجاره كمان بتاعتي. انا هاتلك هتاخده على دايق مدين فوق عشان تلاقي بوسه. هي كفاله 50 جنيه. دي 100 فعله 50 والباقي ترشيه برضو الامر ما يسلمش. طب هو اسمه ايه؟ معرفش. يا دي النيله ازاي ما تعرفش اسمه؟ طب شكله ايه؟ واد جده وعضلات كده. انا عارف انك هتسلكي. يلا ايه جاي في ايه؟ ابدا تسليكه صغيره كده. هو ابراهيم عمل ايه؟ خد استمرار حبس في الاذن. لا استنى انا عايزك في مؤاخذه شغلانه صغيره كده معايا. ماشي يا لطفي المنزلاوي. لطفي المنزلاوي. انا امال انا قرابك مستنيين بره. لطفي الحمد لله على السلامة. وحشتيني قوي قوي يا ابن خالتي. انا دي عامله تعملها ابن خالتي. انا بقول لك ايه، بدل ما تيجي على بيتنا تيجي على بيت الحكومه. انا عايز اقول البيت. اخد ابن خالتي واروح. اتفضلي بنت خالتك دفعتك الكفاله. احمد ربنا من اللي جات. ازاي سعاده البيت؟ ده اهل ناس كويسين جدا وعيله محترمه قوي يا سعاده البيت. هاخد ابن خالتي واروح. تشكر يا سعاده البيت. يلا يا ابن خالتي. يلا يا ابن الاستكين بتاع الصعيد اللي اشترى الترماي اللي اشترى المرسيدس. طب مش تقول كده. ماشي. طب وابراهيم مش لما يخرج من بيت العز؟ بقول لك ايه، عيشني النهارده وموتني بكره. هتفضل تغلس كتير قوي قدام باب العز. ما تيجي نتفاهم في حته تانيه احسن برضه. اتفضل. تعالى في الفلوس. تعال. ايه تعال. يلا والحق ما يزعلش. وما دام سرقته نتحاسبه بقى. الله، هو انت ساكت وسايب الحريم تتكلم لو مؤاخذه؟ الله اكيد غلط. غلطت اول مره وغلطت تاني مره لما تعديت على مراتي. استنى استنى تاني. عموما انا احب اكسب الناس الجدعان، ولولا سايب الورشه لوحدها كنت جيت معاك. لكن هنتقابل. سلام. الف سلام. سلام يا حضره السول. حداشر. طب وصلني على فيلة الهرم. معزوم على العشاء وانا لازم افتتح. عارف عندي شاكر بيه. مش هتعرف عليه؟ هتعرفه عليه طبعا. يا لطفي كان مخك كبير وزاهر درجي هايل زيك. انا عندي لو حطيتوا ايدكم في ايدين بعض
ولأي مكسب تقسموه بالنص 50-50. موافق، بس 50-50. ماشي، اتفقنا. وتجوني على هنا اعرفكم الراجل العظيم ده. سكة السلامة. اقول لك ايه؟ ما تتأخرش. كان نفسي اخش الحارة وانا راكب المرسيدس ورافع راسي لفوق، لكن يا خسارة اديني داخل بتسحب زي الكلب الجربان، وكل ده من تحت راسك يا دلال. لكن معلش، كملي تعليمك. منين يا ضنايا؟ هو احنا حمل التعليم؟ احنا قدها ودود يا ام لطفي، كلها كام يوم وابتدي المشروع الجديد. ياما مشروع؟ مشروع ايه يا لطفي؟ خد يا امي فلوس. فلوس؟ الله، لما هي تعرف الناس الكويسين دول، امال ايه اللي رماها على المر؟ الناس ظروف، بنتها صغيره في المستشفى وعايزه علاج ومصاريف كتير. ومين اللي قاعد ده؟ مفيش حد، اصلها مقطوعه من الشجره. وجوزها؟ بح، خرطوا لي الوز. وانت ما تساعدهاش ليه؟ انا اديني بعمل اللي قدرني عليه ربنا. وصلنا لفكره ممتازه. هاي نعمل اعلان في الجورنال. للصعايدة اللي عايزين يسافروا الكويت، كل اللي يقدم يدفع 1000 جنيه، وهوب فص ملح ودان. طب مش حرام عليكم الناس الغلابه دول اللي باع عفش واللي مستلف ال 1000 جنيه تعملوا فيهم كده؟ بص شوف اللي قاعدين هناك كلهم دول، كل واحد فيهم نايم له على كام ارنب. انما ايه دول بقى لما نهلبهم ونقلبهم مش خسارة فيهم؟ دول كرشهم واسع على رأي المثل. من سرق حرامي ومن نصب على نصاب يبقى خد حقه. بقول لك ايه،
بص شوف شكري باشا اللي هناك ده. ومين اللي قاعده جنبه دي؟ دي اصغر منه بكتير. بنته؟ عينك كسر عينك. بقول لكم ايه؟ انا هقوم اقعد معاه شويه، يمكن تستناها تطلع لها بحاجه. ماشي. ها؟ اهلا يا راح. شكري باشا. شفت الهلافيت اللي قاعدين هناك دول؟ مين دول؟ اللي قاعدين هناك. ايه متضايق منهم من حاجه؟ لا 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 ابدا. انا بس نفسي اتشغلهم معاك. ها؟ وانا احل ازمه البطاله اللي في البلد؟ طب التراني اللي عندي دول اعمل فيهم ايه؟ لا بقى حاجة تانية. ازاي؟ يقدروا يعملوا اي عملية ما يقدرش يعملوا رجالتك. انتي تضمنيهم يعني؟ ضمنت. خلاص انا عندي عملية كده حضرات التيران غلبانين فيها، اجربهم اديهم فرصة. انت عارفة احب ادي الشباب فرص. شوف يا ستي، في عميل نصب علينا في شحنة باربعة مليون جنيه، خدهم عمل بيهم شوية مصانع من اللي ماشية دلوقتي في البلد. ده لابس جلابيه بيضة ومسك في ايده سبحة. شكري له فلوس عندك واحنا جايين نحصلها. اتهوى يا شاطر انت وهو، وروح قول له ان ربنا تاب عليا من الحرام. هو ربنا قال لك ان النصب على الناس حلال؟ سهلها للهلافيت بتوعك دول. انت عارفه مكتب؟ لا 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 بلاش المكتب، هاتيهم على الفيلا. وبكره ايه؟ بكره الجمعه يا باشا. انا بكره في فيلا الهرم. اعمل ايه بقى؟ الليله ليله ماجي. اصل ما اخبيش عليكي، ماجي ليها وضع خاص في قلبي، وشها حلو عليا، بعرفها من زمان. لما توصلوا تضربوا ثلاث كلاكسات. على ماشي ما شاء الله. شفت يا شكري باشا الهلافيت بتوعنا جايبين لك ايه؟ ده بايح عشان تشويها يا باشا وتتعشى بيها بالهنا والشفا. ما شاء الله ما شاء الله، اما مشكوره، هنجسوا انجاز رائع والله. برنس. نعم يا باشا. خد اولادنا وروقهم وهندزهم، شوف طلبات. تحت امرك يا باشا. اتفضلي يا كابتن. لو سمحت يا باشا. اتفضلي اتفضلي. يلا يا برنس. تحت امرك. شيلوا نزلوا الجنينه، سيبوا عليه الكلاب لغايه ما يدفعوا اللي عليهم. امرك. يلا. متشكرين قوي يا برنس. على العموم يعني الشركة تحت أمرك، سرقة، نام، احتيال، توصيل المنازل. ايه ده؟ سوري، ده المبلغ ما يكفيش. بلاش اللون ده معانا وخلوا نهار قوي. أبيض.
احنا اللي دهنا الابيض اسود علشان ما يبانش. المؤاخذه احنا مش عايزين الفلوس دي، احنا بس بنعمل كارت تعارف. ولا تحب نرجع البضاعه دي لاصحابها هيدفعوا فيها اكتر؟ هو احنا بنبيع ترمس؟ ده ترمس غلي وبدخلوه في البطاقه. الظاهر البرنس بيعمل فرق السعر. شكر بيه يا برنس. فيه الولاد مش عاجبهم المبلغ ده. شكر بيه. ده كلام برضه؟ معلش عيل غلط. ماجي حضري 10,000 جنيه من عندك وقتي. عموما الجايات اكتر من الرايحات. انا بكره عايزك تفوت عليا في المكتب، عندي شغلانه حلوه عايزه مخ صحي وخفه يد. يعني لو كنت سددت ثمن الشحنه بدل الكلاب ما تنهش في لحمك مش كان احسن؟ ولا عاوزنا نرميك في الصحراء والغربان تكمل عليه؟ هتسدد؟ خلاص يا باشا، احمد الجباس هيسدد المبلغ. شوف يا شاطر، رجالتي هيوصلوك بره، تعملي فيها طرزان، واي حد يعرف ان انا اللي ورا العمليه هيكون اخر يوم في عمرك. المبلغ هيتحط في حسابي وعليه 25%. فوق التاخير. حركة كده أو كده مش كويس. هو الفلوس ما انحطتش في حسابي في البنك بكرة الصبح هعتبر دي النهاية. ها؟ أنت كنت عايز؟ لا ده حسبة بسيطة. أولادنا اللي لقيت عايزين مبلغ وخدوه خلاص. ها؟ ما تشغليش بالك. أيوة يا أنت. تفتكر لما رجالة الكباس يعرفوا مش هيحاولوا يبلغوا عنه الفلوس أو جري يا برنس؟ انت مش واثق من تخطيطي ولا ايه؟ العفو يا ملك، هم مش اغبياء، عارفين ان اي حركه غدر هتخلص على الكباس. بالمناسبه خلي الحرس لو حسوا باي حاجه يخلصوا عليه ويرموه في الجبل. ولو بلغوا البوليس؟ ما يقدروش، ما يقدروش ينكشوا على نفسهم. اولادنا اولاد الكباس بيشتغلوا في الممنوع يا حبيبي. ورجالتنا؟ يا راجل مش التران الالافيت دول اي واحد منهم ب 10 من الترام بتوعك، فهمت؟ جريس برنس، انت نسيت العقل اللي كلوها رجالتك لما حاولوا يهربوا من ناحيه الجباس؟ ولا نسيت الثلاثه اللي اتقتلوا من رجالتك وانت اللي رحت دفنتهم بنفسك في الجبل الاكبر قبل ما البوليس يحس باي حاجه؟ ولا انت مستني لما يكرروا اللعبه مع شكورتي؟ ولا ايه شكورتي؟ بقول لك ايه؟ ما تسيبك بقى من العيال دي، فيها علينا الرجاله الجديد. لا صعب، عيال صايعة وحناشين وطمعين، محبش انهم يعرفوا ان احنا بنشتغل فيه ولا يطلعوا على اسرارنا. بس الجباس مش هيسكت. ازاي يعني؟ يعني انا بقول يعني شر بره وبعيد. الاحسن يفكروا في حد من ولادك، ولا ام ياسر، ولا ام سالي، ولا بس. انا حصلت. سلم بيه مدير الفرع. ايوه سالي. ايه الفلوس وصلت؟ التغيير في الحساب؟ جميل، متشكر يا سالم بيه، مع السلامه. صباح الفل. صباح النور. انا زاهر ولطفي. اهلا. صباح الفل. صباح النور. لو سمحت يا مستر زين، في ميعاد مع البيت. وخلي الترام بتوعك ياخدوا بالهم كويس، فاهم؟ اسمع بقول لك ايه، خليهم يغيروا العربيه اللي جابوه بيها. ايوه فهمت. اوكي مع السلامه. ايوه ايوه يا ستي. قولي لي بقى ايه كنت عايزه تقولي ايه؟ انت مش هتسيبني اشوف حياتي بقى؟ على الاقل الحق الاقي حد يرضى يتجوزني واجيب حته عيلي من عليا الدنيا. ومهلا ما تتجوزي حتى جواز سترة. شاور على أي حد من رجالتي وأنا أجوزهولك. رجالتك ده إيه؟ مالهم رجالتي؟ ها؟ أنت ناسية إن إحنا ابتدينا سوا سوا. أنت عارف عني كل أسرار شغلي، ها؟ طب ما تتجوزني.
ولا الست ماجي ملت اللي فضل منك؟ ماجي دي حاجة تانية خالص، دي غلبانة تحت الطلاق. رفض في حمام تيجي، تري حمام بالسلامة. أيوة شكرا. الأستاذ ده والأستاذ لطفي موجودين عندي حالا. خليهم يتفضل. حاضر. تفضل. كل خطوه سلامه يا لطفي يا ابن بطني يا رب. نضاره اهي عشان تشوف التلفزيون الملاون كمان. قول يا نور. عارف يا ابي لطفي، انا نفسي بقى يكون عندنا فيديو. بس كده من عينيا يا قمر. ايه الفيديو ده؟ بالراحه على اخوكي شويه. فيديو ده ايه؟ مش كفايه الحاجات اللي جابها دي كلها؟ لو كان عليا يا اما اجيب لك الدنيا كلها هفرش تحت رجليك. حججني يا لطفي. السنه دي ان شاء الله يا اما تبقى حجه مقبوله بدم شقاك وعرقك يا ابني. بس بقول لك ايه يا لطفي، لازم تزكي على كل قرش تكسبه يا ضنايا. ان شاء الله حق هزكي واذبح كمان. انتهى عصر التبعيه والنفعيه، لقد وضعتم اصواتكم بين يد امينه لن تنطق سوى ما تنادي به المبادئ والمثل العليا. يحيى العدل. يحيى العدل. يحيى رجل المبادئ. يحيى رجل المبادئ. بقول لك ايه، العمليه دي لو خدت اكتر من دقيقتين هتبقى خطر والبوليس ممكن يطب علينا. ما تخافش يا كابتن لطفي، زي جديد هيني على كل حاجه. يلا. يحيى العدل. يحيى رجل المبادئ. يحيى رجل المبادئ. Come on.
الشر ناهر. هيا يا اولاد شغلكم يشرف ويطول الرحمة. على فكرة يا اولاد شغلكم ده لازم يدرس في الاكاديمية. وحقوقنا حط في البنك الحساب السري. خلاص تكون راضي يا باشا. كل الرضا. بمناسبة نجاح المرشح بتاعي نعمل حفلة بعد بكرة عندي في الفيلا. فريد الشرفني. أنا واثق إنها هتعجبكم أوي. بلادنا يا باشا. طب. صحيح. أنا متأكد إنها هتعجبنا أوي. ان احنا ممكن نبقى زي الناس دول عز وبهدلة وممكن نبقى زي ده فقر وبهدلة. ليه؟ المثل بيقول ان عشقت اعشق قمر وانسرقت اسرق جمل. واحنا قدامنا السكة ممكن نبقى في منتهى العز والبهدلة. قصدك ايه؟ مخدرات؟ كل التكشيره دي علشان زعلان مع زاهر. بلاش اشغلك بمواضيع مالكيش فيها. لكن قولي لي انت قدرت تزوغي من جوزك ازاي؟ ما قلت لك انه مش جوزي. انت مجنونه. مجنونه بيك يا حبيبي. زمان كنت بشتغل عنده مكان محامي. كان يحب يشرب الشاي من ايدي. هاتيلي ملف بتاع عليك بكره. لما كنت اقدم له الشاي كان يطلب مني اي حاجه علشان اخرج. عارفه انه بيحط المدعوق ده في الشاي.
شربت الشاي. لا حد قال لي ما تشربيش، ولا حد قال لي عيب ما تعمليش. لا احذرها، خد منها كل حاجه وبنفس الطريقه. حضرتك مش عايز ملف وقت بكره؟ لا، ولا اقول لك ان واحده من عبيده عايزه تتجوز، يبقى زي الطور الهايج. يعني ايه تتجوزيه؟ يعني ايه بتحبيه؟ وانا فكرتيش فيا؟ انا اللي مش مانع عنك حاجه ابدا، لعلمك مش هتقدر استغنى عني ابدا ابدا. اي حد هيقربك هدمره. ولما طلبت منه الجواز رفض وقال والله اللي عاجبه على الكح يتكحل، واللي مش عاجبه يرحم. لطفي، انا ما صدقت شفتك. ده انت الوحيد اللي تقدر تخلصني منه ومن المدعو اللي بشمه ده. انا خلاص ما بقتش قادره استحمل. لطفي، اوعدني انك ما تشتغلش في المدعو ده. لكن ما قلتليش، وشكري يتضايق لما اتاخرت عليه امبارح. رحت لقيته نايم ستيحة، والشغالين قالوا لي ان الدب خناقه مع رجالته، وقال لهم اخرجوا بره وما تجوش الا لما اجيبوا خبر الكلب ده. هو ايه حكايته مع الجدع ده؟ والله مش عارفه. بقول لك ايه، سيبك، ده واحد من رجالته اتمسكت بضاعته وراح فيها ثلاثه من رجالته، وشكري مصمم انه ياخد فلوس. ايه بعد؟ بعد المخدرات دي اعرف ان اللي بيشربها بيندف. تسلم. حلمك عليا يا باشا، لسه هقول لك. اعرف كمان انها خير وبركه على كل اللي بيشتغل فيها. اللي بيدعوها في تركيا او بيروت شايفين طيران. واللي بيعرضوها يدخلوها مصر شايفين سلموكات كبيره. حتى تجار الاقطاع برضه هتجيب مرسيدس، والمحامي اللي بيشتغل في المخدرات برضه بيركب مرسيدس. انت بقى ان شاء الله عايز تركب مرسيدس؟ والله في ايد سعادتك يا باشا، يا تركبني مرسيدس يا تخلينا ماشيين على رجلينا. ثم انا يا ابني ما اقدرش ابت في الموضوعات اللي زي دي. ثم انا العمليات دي لا انسى. وانا اعرف ان سعادتك سيدي الناس دول. انا؟ ايوه يا باشا، سعادتك اتفصلت من نقابه المحامين عشان بعت دوسيه للخصم. ايه اللي بتقوله ده؟ حلمك عليا يا باشا، خلينا اكمل كلامي. انت دلوقتي المستشار القانوني لكبار تجار المخدرات، الواسطه بينهم وبين تجار بره، والعموله 10% بتقبضها بالدولار، مظبوط؟ وايه كمان؟ السنه دي اتفقت على 6 عمليات، 3 لحساب المعلم حندوسة و2 لحساب البرنس. 3 منهم تموا عن طريق البحر و2 عن طريق البر، والعملية الأخرانية غفر السواحل مسكها. طب بس كفاية. انا بقى احب الطموح في الشباب، احب اقف جنبه لغايه ما يتقال. بركب
سعادتك. طبعا طبيعي انك تيجي معانا عمليات صغيره يا باشا. نسير الصغير حط ايدك في ايدينا وان شاء الله هنكسب تحت. حضرتك اموري وابقى اتصل بيك. انت بتحامي شفتش حاجة المركبات في بالك. بعدين شكرا لك. باي باي. مبروك علينا الشغل الكبير. عملت ايه مع شكري بيه؟ المعلومات اللي ادتها لنا اسمه وماجي فادت قوي. معلومات ايه؟ تاريخ حياه شكري. انت لسه بتفكر وبتكتب ان احنا نشتغل في الحاجات دي ومالهاش حاجات دي؟ عالم تاني يابا. عالم يودي حالة المشنقه ازاي؟ واللي احنا بنعمله ده يودي فين؟ اي عمليه فيها سنه سنتين خمس سنين لكن دي تودي لحد المشنقه ولو خابت فيها مؤبد. متقلقش سيبنا تكتك انا وان شاء الله كل شيء هيبقى في السليم. ده اكتر من اللي بيعرضه شكري بيه. يا حبيبي شكري بيه بيشيل منك بضاعه اللي داخله مصر كلها. انا مستعد اشيل البضاعه اللي داخله مصر وافريقيا كلها كمان. بلاش الكلام. شكري مطلوب من حالك يا اخي شيل على قدك بس. انا عملت المستحيل عشان وجودك ولو انا وشكري بيه يبقى راحت رقبتي. شكري بيه بيشيل بكام؟ انا مستعد اشيل بالمبلغ اللي هو بيشيل بيه واكتر كمان. شو هالحكي؟ شكري بيه توصلوا خلال ايام برج الكوك مش هالوين ب 100 مليون دولار. تقدر تشيل هيك؟ حبة ملوخية لو لفتوها اتجرت مخمر. شقاتي وانت بتشط عليا؟ وحياتك قلت اجعل حلاوتها من حلاوة صوت ام كلثوم. دي تبقى حاجة تسلطن بقى. مش قلت لك هحضر لكم الفراخ دقيقة. يعني ما سألتنيش عملت ايه مع الخواجات؟ خواجات ايه؟ اللي جايبين شحنة المدراكس. تبدو واتفقت معاهم. لحقت. هما صحيح مغلونجيه شويه بس مش مهم. فرق السعر نطلعهم الزباين. احنا نلف حاجه نجيبها. تبعد عن الشر والغريب. شر يا طول. انت عارف ان الشحنه دي جايه لحساب البرنس. اه اللي سبق قاعد على الطبق يا حبيبي. يا زارف همي. بقى يا لطفي مش معقول نسيب بيها عشان تفلت من ايدينا. انا الحق عليا انا قلت لكم عليها بلا ما عرفتها من اسمك. جرى لك ايه؟ كنت خايف؟ انا مش هرد عليك. لو مشينا في الطيار ده يبقى بتولع نار. هتحرقنا كلنا. بطل تتصرف لوحدك. البحر يحب الزيادة. دي الحلال. طب افهمني بس. لطفي هو مش هياكل ولا ايه؟ ولا انا. انت اتحسدت ولا ايه؟ صارين البطن بتتخالي دول شوية مغص ويروح لحالهم. ما كفاية كده لا يجي الكاس في الراس. محدش عارف المستخبي فيه. شكري بيه اسمك قاعدة مع الواد لطفي. لطفي الهلفوت. هو اتلام عليها فين؟ طب اسمع راقبهم كويس لكون هتقول له حاجة عن شغلنا واسرار شغلنا. ولا اقول لك اتفاهم انت معاه بطريقتك. ايوه باي طريق خلصت منه. هات البنت دي نشوف ايه حكايتها وبكلمني. ان شاء الله تكونوا اتبسطتوا. Thank you.
عملت ايه مع الكلب ده؟ الله يرحمه بقى، خلصنا عليه يا فندم. وهي معاكم؟ نجيبها على المكتب؟ لا، ودوه على مخزن الهرم وانا احصلكم بنفسي. مخزن الهرم يا شيخ. زياده عني ولا هو اللي زيك عمر ما ينضف ابدا. لو كان ده اللي انت عايزاه فما فيش ارخص ولا اسهل منه. فكها. عيب يا باشا، ده احنا رجالتك برضك، نخلص عليها وندفنها في الجبل ولا نرميها للديابه والغربان تنش لحمها؟ ولا الدبان الازرق يعرف لها طريق برضه. اخويا وشريكي ودراع اليمين. اهلين. اهلا بيك. مرحبا خيي، الحمد لله على سلامتك. خير؟ كنت بعركه ولا ايه؟ لا ابدا، دي حادثه صغيره. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ضيفك قهوه؟ يا ريت قهوه سكت. ماشي.
اتنين اهبل، واحدة سادة واحدة مظبوط. حضرت المصاري؟ تحت امرك. بس عايز انبهك لحاجة، لو المعلومات اللي قلتها لي عن الشحنة طلعت فيها حاجة غلط يبقى الله يعوض عليك. يعني تطبع كارت وتكتب عليه المرحوم. بس حبيبي نحن بنتعامل بالشرف والامانة. ماشي، واحنا بنتعامل بالمطوة وبالسكينة. المهم باقي المصاري بعد ما توصل الشحنة ولا مفيش مصاري؟ مين قال لك؟ حقك هيوصلك على دائرة المليون. شوف حبيبي، انتوا بتتعاملوا بالمطوة والسكين، بس نحن بنتعامل بالمدفع والرشاش. اتفقنا. عبدو تاني. انت ايه اللي جابك هنا؟ زاهر بيه بعتني وراك عشان اساعدك. زاهر بيه؟ طيب. في الحساب السري. اوكي يا حبيبي.
ناس ما ظهروش لحد دلوقتي ودورنا عليهم في المنطقه كلها. هو الميعاد اللي انتوا متفقين عليه فات؟ وانت واقف في نفس المكان؟ طيب عربية المراقبة اتكلمت ما يمكن عطلين في السكة. يعني ايه الارض انشقت وبلعتهم؟ دور عليهم. ايه اللي بالدنيا عليهم؟ بقول لك ايه؟ اروح لهم الاوتيل اللي هم فيه. اتفضلي يا هاني. البيع عايز يسلم الشحنة للبوليس. يا لهوي ازاي ده يحصل؟ بقول لك ايه؟ انا هروح اعمل لكم كاسين. يا زاي دي فيها اعداد. مين قال لك ان فيها اعداد؟ ده احنا هناخد مكافاه. يا فرحتي بالمكافاه حرام عليك. الناس اللي هيشموه ذنبهم ايه؟ ذنبهم انهم شمامين. حد قال لهم يبقوا شمامين؟ ما الكيف كتير والمزاج اكتر. اشمعنى الشم حبكت؟ يا ابني فهمني، الحراميه ماليه البلد، فيها ايه لما نعبي جيوبنا بشويه فلوس؟ وبعدين هنعمل ايه؟ ده احنا عيالها الليبه ومفتحين ومطقطقين وخير ورزق جاي لغايه عندنا. نرميه؟ لا نحرقه ندمره. نحرقه عشان الناس تتكيف ببلاش. انا نفسي اعرف ايه اللي بيدور في مخك. كل خير. فتشوا البيت ومش موجود. اخطبوا عيالهم، دمروا كل اللي تلاقوه قدامكم. تفتكر اللي بتعمله ده جدعانه؟ كل اللي بتعمله ده ما يجيش ثمن ربع كيلو من البضاعه اللي عندنا. انا صبرت عليك كتير واصحاب البضاعه الاصليين مش هيسكتوا. عموما البضاعه موجوده عندنا امانه، تدفع تستلم. يعني انتوا واخدين البضاعة اللي عندكم دي أمانة. الله يخليك يا أخويا. اسمع يا ابني، انت البضاعة دي لو ما جاتش في خلال ساعة أنا هقتل عندي أمه وأخته. عامل زي الطور الهايج يهدد لي أمك وأختك. والعمل لما يهدى هيعرف إن اللي بيعمله ده ملوش نتيجة. ما بتلهاش لطفي. لطفي Thank you.
لو زعلت منك المرة دي مش هقفل كويس. أصحاب الشحن الأصليين جايين، ودول ما بيتهموش حلاوة، دول بيضربوا بالرصاص. يعني لو كل واحد نشك رصاصة هتبقى منخل، لا هتنفع طبلة ولا طرار. لا يا شكري، ما تركبش دماغك. اشتري منهم الشحنة تاني؟ هم جننوا؟ المجنون هو أنت. اسمع بقولك إيه، ده مش رأي أنا لوحدي، ده رأي جميع الشرطة. الشحنة دي مش بتاعتك أنت لوحدك، ده أنت يدوب يعني حصتك فيها كلام فارغ، يدوب العمولة. يا سيدي ويا عيني يعني، نبقى نرفع الأسعار، ما الناس واخد حقها على كده. أيوه اسمع، أنت تنفذ اللي بقولك عليه بالظبط من غير وجع دماغ. ما فاتش حاجه خالص. يبقى ايه ده؟ ايه ده بالظبط؟ ايه ده؟ بودرة تلج، بودرة تلج. انا مش فاهم بودرة التلج، انزل اعلان في التلفزيون بودرة شيك وسبع سبعات تحمي الجلد من الالتهابات. خد بودرة، خد التلج، خد البودرة. اهلا، انت هنا؟ جيب لي بودرة تلج. فكرت الشمامين الغلابة يعملوا ايه؟ دي الحاجة الوحيدة اللي توصلتهم. انت ما فكرتش بتعمل فيهم ايه؟ بعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ما فكرتش انها بتاكل دماغهم وبتاكل ضميرهم وتخليهم يبيعوا اغلى حاجة عندهم حتى اولادهم؟ ما بنورش حد على ايده. خلاص ما تقلقش، ما تزعلش يا شكري بيه، البودرة الحقيقية ايه؟ انا دلوقتي نملت. شكرينا حضرة الظابط. ظابط؟